وختام صباحنا غير لليوم رح يكون أيضا ضمن الجمعيات والمبادرات الإغاثية والإنسانية يلي اشتغلت من الساعات الأولى على أرض الواقع. جمعية ساعد كلياتنا بنعرفها، بنحب نقول جمعية ساعد يلي بتساعد كل الناس، ومعروف عن جمعية ساعد سرعة الاستجابة وعملهم المنظم يلي عم بيكون. لنحكي أكثر اليوم عن الاستجابة يلي قدموها ووجودا على أرض الواقع. معنا عبر اتصال هاتفي من حلب عصام حبال وهو رئيس إدارة جمعية ساعد. يسعد صباحك أستاذ عصام. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا أستاذ. بداية يعني جمعية ساعد هي من أوائل المتواجدين بكارثة الزلزال. اليوم أستاذ بعد مرور 3 أسابيع من الكارثة، كيف آلية عملكم؟ طبعا بداية جمعية ساعد باتحاد جمعيات دمشق انطلقت لكل المحافظات حتى تخفف شوي من اثر الصدمه، مثلا الزلزال اللي صار، وكلنا حبينا انه نكون موجودين معه هون. جمعيه ساعد اسست مطبخ فوري قادر على انه ينتج كميات كان بسيطه، ولكن بعد زياره السيد الرئيس اخذنا مطبخ اكبر، صار في عندنا كميات اكبر. اليوم وصلنا ل 11000 وجبه تقريبا، بلش العمل يتنظم بشكل اكبر. اليوم توزعت مراكز الايواء على 3 فرق، احنا اخذين جزء منها عم نشتغل عليه. امبارح حتى كان في برعايه السيد محافظ مدينه دمشق طلعت قافله جمعيه نور، جمعيه شباب دمر الخيريه، جمعيه ساعد، وصلنا بحدود 7 سيارات قوافل لحلب بالتنسيق كمان مع الامان السوري للتنميه. وبلشنا ناخذ الداتا من الداتا الاساسيه، يعني خلينا نقول انه اليوم بعد التنظيم صرنا نعرف بالضبط مين موجود بمراكز الايواء لنتواصل معهم ونقوم باللازم، اضافه لكرفانات طبيه صارت موجوده كمان بحلب تقدمت من جمعيه شباب دمار الخيريه وجمعيه نور. هذا العمل فعلا اليوم بلش يبين على الارض. يمكن نحن بالبدايه كنا شوي ما بنقول ضايعين، ولكن لحفتنا كانت بعدها مو منظمه مضبوط. اليوم نظمنا اكثر، صرنا نعرف لوين رايحين اكثر، نعرف شو عندنا اهداف نقدر نساعد فيها اهلنا اكثر. موضوع اجارات البيوت بلشنا نشتغل عليها، يعني برجع بقول ان شاء الله بلشنا بشكل صحيح بشكل كامل. تمام استاذ عصام، مطبخ ساعد صار مشهور يعني بكل المحافظات السوريه، وكانت من شوي ضيفتنا غالي الطباع عم تقول لما موجود ساعد بحلب فمطبخ ساعد الميداني، فنحن يعني مامنين قدر المستطاع. خلينا نحكي عن احتياجاتكم اليوم، يعني تامين وجبات الطعام، وعم نحكي 11000 وجبه يوميا هو عدد ضخم، فشو الاحتياجات يلي انتم بحاجتها اليوم؟ اليوم نحن بحاجه لمواد اساسيه من رز لسمنه لزيت للحوم ان كان دجاج او لحمه. الاهالي ما عم تاثر معنا اليوم، في يعني في عده جمعيات عم تدعمنا، ان كان اتحاد جمعيات وان كان جمعيه دمر الخيريه او جمعيه نور، اضافه لجمعيه سوريا بتجمعنا، اللي فعلا اليوم عم يوقفوا معنا بشكل كثير قوي، عم يقدموا لنا الشيء اللي احنا بحاجه له. هذا التكاتف اليوم بين الجمعيات فعلا عم بيثمر على شيء كثير جميل. نحن اليوم بنقول مطبخ ساعد هو مطبخ كل جمعيات دمشق اللي عم تساعد اهلها بحلب. تمام، يعني سيد عصام اسابيع وبتفصلنا عن شهر الخير والبركه، شو تحضيراتكم اليوم لشهر رمضان المبارك؟ نحن مستمرين ان شاء الله بدمشق، مطبخنا رح يفتح بشكل كامل مثل ما نحن متعودين، خاصه شو انطلقت من دمشق بتضل بدمشق وبتنطلق لباقي المحافظات. يمكن السنه بلشنا قبل بحلب، ولكن نحن مستمرين بدمشق، مطابخنا حتكون موجوده حتى في توسع، يعني توسيع للمطابخ حيكون في بالغوطه مطبخ، بدمر مطبخ، بمزه مطبخ، بالشعب القديمه مطبخ. ان شاء الله السنه كمان حيكون بشكل اكبر بكثير. نعم استاذ عصام، خلينا نحكي عن خطتكم القادمه بما يخص الاستمرار بدعم منكوبي الزلزال. يعني نحن بنعرف الاحتياجات الاساسيه من اللي بيحتاجها المنكوبين كانوا من ملابس، من اغطيه تامنت، ولكن الاحتياج للطعام هو حاجه مستمره ويوميه. في خطه اليوم لوجودكم على ارض الواقع ضمن حلب؟ ضمن حلب في فكره لتوسيع المطبخ ليصير ينتج ارقام مضاعفه، خلينا نقول يعني اليوم نحن عم نحكي ب 11000 وجبه يوميا، ان شاء الله بالايام القادمه رح يوصل لل 20 صعودا لل 40. هذا كله برجع بقول لك بالتكاتف مع بعض حتى نقدر نوصل لهيك ارقام.
أكيد بدنا نتشكرك كثير رئيس مجلس جمعية ساعد الأستاذ عصام حباد، شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية، شكرا لكم.